ده يخلينا نبدأ نحط الإكويشنز اللي اتكلمنا عنها في الـ في الفري سبيس for good material simply by adding this equivalent currents. يعني ايه؟ يعني اقدر اكتب الايه الايكويشنز بتاعتي ان انا اقول ان عندي في نوعين من الكرنتس دلوقتي، في فيزيكال كرنت موجود حقيقي اللي هو الفري كرنت اللي هو ممكن يبقى عندي وايرز وكوندكتورز وفيها كوندكشن، this is a truly physical current ماشي في الايه في البروبلم اوف السيستم اللي عندي، بلس ايكويفالنت بي جي بي. هنا بي ستاندز فور باوندد لان ايه؟ لان ال this is a bounded current، يعني current ما بي مش بي مش بيسيب ال الاتوم او المولكيول اللي هو ريسبونسبل عنه اللي هو الماجنتيك بيديني ماجنتيك دايبول مومنت بتاعه ويروح لايه؟ لسبيس مكان تاني، فهو باوندد افكت او باوندد دايبول افكت. تمام؟ ويبقى انا عندي الايكويشن بتاعتي اللي هي امبيرز لو هيبقى 1 اوفر ميو نوت كيرل بي، هي عباره عن الجي توتال. الجي توتال دي بقى دلوقتي جزء منها ايكويفالنت باوندد كارنت جايه من الريبريزنتيشن بتاع الدايبول مومنت بلس فري كارنت فيزيكالي ترولي كارنت ترو كارنت ماشي في الايه؟ في السيركت. الجي بي كافريومتريك كارنت كان بي ريبريزنتد از كيرل ام، يبقى الكلام ده عباره عن كيرل ام بلس جي فري. If I get الترمات اللي فيها نابلة in one side معنى آخر أقدر أكتب الإيكويشن دي curl of 1 over mu node b minus m equal j free. هنا بقى زي ما عملت في الإلكتروستاتيك I can define an auxiliary field اللي هو بنسميه ال H. ال H ده ملوش معنى physical في الحقيقة. There's no such ال physical اللي هو يديني force وده اللي بشوفه في الواقع هو الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي هو ال B. فال H ده بقى مجرد بحطه هنا اللي هو بسميه اللي هو الترم اللي هو 1 over mu node minus n. ويبقى امبيرز لو in terms of H هو كيرل H بتساوي J free. زي ما انا كنت بكتب جاوس لو في وجود الكتروستاتيك ماتيريال او سوري في وجود دايلكتريك ماتيريال ديف D بتساوي رو free. فهنا نفس الكلام كيرل H بتساوي J free. يبقى ال H هنا بيابزورب الماجنتيك فيلد مع الماجنتيزيشن اللي ممكن يبقى موجود جوه الماتيريال. تمام؟ ده الريبريزنتيشن بتاع امبيرز لو في وجود ماتيريال. طيب الماتيريالز بقى نيجي لحته الماتيريالز اللي عندي. في الحقيقه الماجنتيك ماتيريالز بنشوفها كتير والبروبرتيز بتاعتها عنيفه جدا عن الدايلكتريك ماتيريالز. يمكن احنا الدايلكتريك ماتيريالز ما بنحسهاش ان اور افري داي لايف، انما الماجنتيك ماتيريال هي pronounced في البيرمننت ماجنتس والماجنتس المختلفة المستخدمة في كل الأجهزة تقريبا. فعندنا هنموديل بقى عندنا ممكن الماتيريال تبقى لينير وممكن تبقى عندي حاجة اسمها ايزوتروبيك نون ايزوتروبيك وهنشوف ايه معنى كل حاجة من دول. علاقة الماجنتيزيشن فيكتور بنقول ان في علاقة بين الماجنتيزيشن فيكتور والاتش ثرو كاي ام. كاي ام اللي هي بنسميها السستابيليتي بتاع الماتيريال. تمام؟ طبعا ليها علاقه بقى بالايه؟ بالكوانتم ميكانيك. يعني لو عايز تجيب الكاي ام دي لازم تفعص كوانتم ميكانيك اللي بقى تشوف السبان هاو السبان ده وبيدي ماجنتيك فيلد و بلا 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 لحد ما توصل لعلاقه بين الماجنتيك فيلد بتاع الايه السبان دون جاي ازاي والدنسيتي بتاع الماتيريال و تفاصيل كتيرة احنا بناخدها كده قشرة من بره كماكروسكوبيك ريليشن كده من بره ان الام ليها علاقة بكاي ام اتش، انما طبعا التفاصيل هي مايكروسكوبيك في حد ذاتها. البي اللي هي هتبقى التوتال وفعلا ده الفيزيكال فيلد اللي انا هشوفه هو ميو نود اتش بلس ام، فلو عوضت هنا هيبقى ميو نود 1 بلس كاي ام اتش زيها زي الايكويشن بتاع الدي هي ابسلون نوت في 1 بلس كاي اي في الالكتريك فيلد. هي نفس الكلام. الباوندر كونديشن بقى ده موضوع بسيط بقى تقدر تعمل الباوندر كونديشن. الباوندر كونديشن بالنسبه للبي احنا قلنا لسه متكلمين عنها من شويه ان البي اباف بيرب كونتينوس او بي بيرب كونتينوس، فبالتالي لو انت عندك حتى ترانزيشن ما بين تو ماتيريال ترانزيشن بين تو ماتيريال هيبقى عليها equivalent current كباوندد current انما ما عليهاش free current.
تمام؟ وهيفضل دايما عندك الـ divergence of B بيساوي 0 فالـ divergence of B بيساوي 0 يبقى الـ B above زي الـ B A below تمام؟ فبالتالي اقدر اكتب الـ B above ده اللي هو هيبقى عبارة عن كام؟ ترمين هو عبارة عن mu node H above plus M above والـ B below هي عبارة عن كام؟ mu node H above plus H below sorry plus M below أكنسل ميو نود مع الميو نود يبقى الديفرنس بتاع الـ H above and below هو minus الديفرنس بتاع الـ A magnetization above and below تمام؟ نفس الكلام بالنسبة للإكويشن بتاعة أمبيرز لو اللي هي كيرل الـ H تساوي J free تمام؟ تقدر برضو تدرايف أو تجيب إن الـ A الـ N cross هي انا احب اكتبها كده ان كروس اتش اباف ماينس اتش بيلو هتساوي ايه كي فري الكي فري اللي هو الفري سيرفيس كارنت لو موجود عندك سيرفيس كارنت ما بين الايه ريجن 1 وريجن 2 2 اللي هي above 1 اللي below والN بتاعتي هي الايه؟ pointing من تحت لفوق تمام؟ الK free ده this is a possible surface free surface surface current possibly could exist على الايه؟ على الـ region ما بين 1 و 2 لو ما فيش خلاص يبقى ده N cross ده يساوي 0 ببساطة شديدة تمام؟ دي هي نفسها الايه؟ الفورم ده بس يعني لو ضربت الطرفين في ايه في ان جت الايه كروس برو لو عملت كروس برودكت الطرفين في ان هتجيت الايه الايكويشن طيب هنا بيقول لي ان انفينايت سولينويد ان تيرنز بيونت لينث وكرنت اي از فيلد وذ لينير ماتيريال اوف سستابيليتي كاي ام فايند ذا ماجنتيك فيلد انسايد ذا سولينويد هي نفس البروبلم بتاع السولينويد اللي الانفينايت سولينويد اللي اتكلمنا عنها بس في الحقيقه هنا في ماتيريال اوف سستابيليتي كاي انسايد السولينويد فنرسم الايه البروبلم دي This is what we have in finite solenoids. في عليه winding زي ما قلنا. ال winding ده هيبقى له current أو نمثله ب current K free. This is a physical current ماشي على السيرفيس بتاع السولنويد. K free. ونقدر نقول حتى إن K free ده هو N I N اللي هي number of turns بيونت length. الكرنت اللي ماشي في الواير اللي هو وايندد على الـ على الـ على السولينويد في اتجاه الايه الفاي زي ما اتفقنا تمام بس الجديد بقى في الموضوع ان انا مليت الدنيا جوه بماجنتيك ماتيريال ولينير لاحظ ان انا هنا حته نص نسيت اقولها ان انا عندي هنا الماتيريال اللي اتكلمت عنها لينير ماتيريال لينير ماتيريال الماجنتايزيشن بيبقى بروبورشنال للاتش في الحقيقه في اغلب الحاجات الـ او الفيرايت ماتيريال بيبقى الريليشن دي نون لينير تمام هو عشان اساسا يبقى عندي بيرمننت ماجنت ما يبقاش عندي سورس خارجي ويبقى عندي ماجنت او بمعنى اخر عندي الاينمنت للماجنتايزيشن without any external current source ولو external current source بزيرو it means الـ H بزيرو everywhere صح؟ يعني انا جايب ماجنت I have a certain magnetization M but I don't have H H is everywhere 0 ليه H ب 0 لأن curl H بتساوي J I don't have any J outside value simply I can say إن الـ A إن الـ إن الـ H بـ A بـ 0 everywhere تمام و accordingly أقدر أحل البروبلم دي وهجيب إن أنا او انا اخر يبقى عندي الماتيريال دي نون لينير بمعنى اخر يبقى عندي في ماجنتيك فيلد او علاقه بين الام والاتش ما هياش لينير في الحاله دي تمام احنا مش هنتعرض لنون لينير ماتيريال خالص
يمكن تظهر عندنا لو انا اديتك سيره الماجنتايزيشن وقلت لك هات لي الماجنتيك فيلد. فاوتوماتيكلي عشان يبقى عندي ماجنتايزيشن وداوت اكسترنال سورس مينز اي هاف ان لينير ماتيريال. بس اللي هيبقى جيفن هيبقى جيفن النتيجه في النهايه, يعني هيبقى عندك الماجنتايزيشن او الدايبولز مرصوصه بشكل معين وبقول لك هات لي الماجنتيك فيلد. يعني كاني عندي سيتويشن بتاع بيرمننت ماجنت وبعايز والدايبولز دي بتدي ماجنتايزيشن فيكتور معين وعايز اشوف الايه الماجنتيك فيلد اللي هيبقى طالع من الايه من الرصه بتاعت الايه الماجنتايزيشن. طيب في الحاله دي انا عندي لينير ماتيريال اللي هي الماتيريال الحمراء اللي بتفيل الايه السولونويد وبره اير مفيش حاجه, وعايز الايه طبعا هو عايز الايه عايز الماجنتيك فيلد انسايد اند اوتسايد. لما اقول لك ماجنتيك فيلد اي مين ان انا عايز البي ده اللي انا ايه بسال عليه. تمام, هاو تو سولف سوتش بروبلم. طبعا هبدا استخدم امبيرز لو. امبيرز لو بيقول لي كيرل الاتش بتساوي جي فري. الانتجرال فورم بتاعها بتقول لي انها اتش دوت بي ال بتساوي الاي انكلوزد التوتال كارنت انكلوزد ويذين الايه كونتور سي اللي بانتجريت عليه اتش دوت بي ال. طيب هنا ابدا استخدم السيمتري ارجيومنت. اي هاف ان فاينايت سولونويد تمام, والماتيريال فيلنج الانفاينايت سولونويد از انفاينايت باي اتسلف. تمام, فانا عندي هنا برضو الماجنتيك فيلد اللي هو متمثل او الاتش فيكتور هيبقى في الحقيقه اندبندنت على الزد وعلى الفاي. تمام, تاني حاجه هيبقى الماجنتيك فيلد في اتجاه الزد ملوش في اتجاه الاس, والارجيومنت دي اوريدي وي ديسكاسد ات بيفور فمفيش داعي ان احنا نعيدها تاني. هي هيبقى عندي الماجنتيك فيلد يبقى السيمتري ارجيومنت هتدي ان البي عباره عن فانكشن في الاس, الاس اللي هي الديستنس من الـ من الاكسس وفي اتجاه الزد. تمام, اكوردنجلي بقى اقدر اخد ايه ابدا اخد كونتور مره اخده بره نفس الكلام عملناه قبل كده او اخد كده سي اوت مثلا. تمام, فسي اوت دون لما اجي اخد الكونتور بهذا الشكل اوتوماتيكال هيدي الماجنتيك فيلد بره بكام؟ زيرو. اس اكبر من ار, ار هنا اللي هي الراديوس بتاع الايه السولونويد هيدي. في الحقيقه وانا بعمل كده اي هاف تو ستارت وذ اتش, يعني ما هي وات جوز فور اتش جوز فور ايه فور بي. تمام, فبالتالي هيبقى عندي هنا ايه اوتسايد الاتش هيبقى بكام؟ بزيرو فيكتور. و انا عندي اوبن اير او فاكيوم او فري سبيس اوتسايد, فبالتالي البي اللي هي هتبقى عباره عن كام؟ هتبقى ميو نود اتش في الحاله دي لان ما عنديش اي ماجنتيزيشن بره, فيدي عندي ده ايه زيرو فيكتور بره. نيجي للريجن اللي جوه اللي هي اس اقل من ار, وساعتها هاخد الكونتور بتاعي بارشلي انسايد, يعني هيبقى عندي بهذا الشكل. والماتيريال اللي قلنا هنا اللي هي ليها سستابيليتي كاي ام نكتبها بالاحمر طالما عملنا الماتيريال يبقى كاي ام, وبالتالي لما اجي ابلاي امبيرز لو ام جونا ابلاي ذيس ايكويشن. الايكويشن دي هتديني بقى اتش دوت دي ال, الاتش دوت دي ال على البرانش دون هيبقى اتش ايه في ال جيفن ذات ان ذيس از هاز ذا لينث ال, هيبقى عندي ايه اتش لو في اتجاه الزد في ال
يبقى الكونتور انتجرال بتاعي يبقى اتش اوف اس في ال ايكوال ايه الكرنت انكلوزد ويذين ذس فري كرنت انكلوزد هنا الفري كرنت اللي هو عباره عن سيرفيس كرنت ويذين لينث ال اللي هو يبقى كي فري في ال والكي فري اللي هي عباره عن ان اي يبقى ان اي في ال الكلام ده عباره عن كام ان اي في ال ان اللي هي number of turns per unit length والcurrent in amperes اللي ماشي في الايه في الواير winding اللي عندي والL دي تكنسل مع الL يبقى في النهاية هيبقى عندي ال H vector عبارة عن N I اللي هي Z بس الفيزيكالي أنا عايز ال B ال B علاقتها بقى بال H هنا ال B according relation كده يبقى ال B mu node 1 plus chi M H يعني البي في الحقيقة انسايد اللي ايه هيبقى عبارة عن كام ميو نود 1 بلس كاي ام في ان اي في زد طيب الكاي ام غالبا بتبقى قيمتها كبيرة وده السبب ان هو بيحط ماجنتيك ماتيريال في وسط السولونويد ان هو عايز بيبقى عايز يرفع او يزود الماجنتيك فيلد جوه السولونويد ليه بقى؟ لما يزود الماجنتيك فيلد يبقى مثلا لو هو دي هيد مثلا بيكتب بيها على تيب مثلا يبقى هو بيزود الماجنتيك فيلد اللي ابلايد على الحته دي تمام او لو هو مثلا بيعمل لينكينج لفلكس زي ما هنشوف بعد كده انديوس دي ام اف فبيبقى عايز يزود الفلكس اللي موجود يعني يزود البي تمام فيزود البي ان هو يحط ماجنتيك ماتيريال الميو 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 ار اللي هي 1 بلس كاي ام دي ساعات بتوصل لالاف القيم 7000 10000 بتزود جدا الماجنتيك فيلد جوه الماتيريال ودي حاجه محبذه في كتير من الابلكيشن زي الترانسفورمرز وال وخلافه من الايه من الابلكيشن طيب تعال نشوف اكزامبل تاني بيقول لك current flows down along wire of radius a if the wire is made of linear material copper say or aluminum with susceptibility chi m يعني دلوقتي عندي الماتيريال اللي مكون منها الواير فيها ماجنتيك بروبرتيز نتيجه الايه الاتومز بتاعه الكبر او الالومنيوم بيبقى فيها سبين او في الاوتر شيل او الشيلز بيبقى فيها اود نمبر اوف سبين الكترونز بتعمل دومينز الدومينز دي بتعمل كان مودريت از ايه ليها باي ام بمعنى اخر ليها دايبول مومنتس بيأثر على التوتال ماجنتيك فيلد اللي عندي فهو في الاخر بالموديلت كلاسيكالي اللي ليها سستابيليتي باي ام اند ذا كرنت از ديستريبيوتد يونيفورملي تمام ايه الكرنت اللي يقصده هنا ديستريبيوتد يونيفورملي اللي هو الفري كرنت الفيزيكال كرنت اللي هو الايه كرنت داون ذا واير تمام اللي هو الاي ده هيتوزع يونيفورملي على الواير اللي ليه راديوس كام اي يعني هيتوزع على باي اي سكوير عايز هنا الماجنتيك فيلد ديستنس على بعد اس فروم ذا اكسس فايند عايز بقى الايه الباوند كرنتس سواء كان فوليومتريك او سيرفيس وات ذا نت باوند كرنت فلوينج داون ذا واير قد ايه الكرنت باوند كرنت بيفلو داون ذا واير هو هنا بيجس ان هو الكرنت هيبقى فلوينج عكس الدايركشن بتاع الايه الفيزيكال كرنت اي اللي ماشي في الواير فهنا نستغل نفس رسمه السلندر دي بس هيبقى في الحاله دي ده واير وليه ريديوس اي وهذا الايه الواير اللي ريديوس اي ليها زي ما قلنا الماتيريال بتاعت الكاي ام هنا بس في كرنت ماشي في الواير دون فوليومتريك كارنت جي الجي ده نقدر نكتبه ان هو اي اوفر باي اي سكوير كانت بيوت اريا في اتجاه فيرتيكال او في اتجاه الايه الزد تمام والماتيريال اللي عندي اللي هي المفروض كاي ام هنا وهنا عايز اول حاجه عايز كذا حاجه اول حاجه عايز
البي what is the magnetic field بي عايز البي وتاني حاجة عايز الباوند كارنت bound current كل حد نبدا بالبي او نجيب الايه في كل ريجون يعني طيب هنا ابلاي ايه هنا ابلاي امبيرز لو السيمتري هتديني ايه السيمتري على طول بقى يعني ايه اوريدي هتديني ان الاتش بتاعتي هتبقى في اتجاه الفاي وفانكشن في الاس تمام إيه هبدا اخد لوب لو انا خدت الاس اكبر من ار من الاي اللي هي الاي اللي هو الراديوس بتاع الواير لو خدت الاي الكونتور بتاعي اللوب دون كده يبقى هيديني ايه اول حاجه لو الاس اكبر من الاي هيبقى الكونتور انتجرال h dot dl هيبقى هي عبارة عن ال current enclosed ال free current enclosed يعني هنا عندي general rule h dot dl هي عبارة عن ال I enclosed ده Ampere's law في وجود material in general فيبقى عندي هنا ال I enclosed هي اللي هي ال I لان انا باخد ايه وبالتالي اتش دوت دي ال اقدر اقول على طول لو انا عندي radius دون اس يبقى اتش في اتجاه الفاي والدي ال في اتجاه الفاي يبقى دون 2 باي اس اتش بتساوي الاي او بمعنى اخر الاتش هي اي على 2 باي اس أو يبقى الاتش فيكتور هي عبارة عن I على 2 باي S في اتجاه الايه؟ الفاي وبالتالي يبقى البي اللي هي ميو نود 1 بلس كاي ام اتش اللي هي هتبقى ميو نود I 1 بلس كاي ام على 2 باي S اتجاه الايه؟ سوري ايه اللي انا بقوله ده؟ ميو نود طبعا ما عنديش ماتيريال بره ميو نود اتش سوري انا اسف تمام نيجي جوه الواير لو خدنا لوب جوه الواير هيبقى نفس الكلام بس الانكلوزد كارنت في الحاله دي هيعتمد على الراديوس بتاع الواير او سوري الراديوس بتاع الكونتور انا اسف تمام فيبقى الكارنت انكلوزد هنا هيبقى كام اي انكلوزد هي الدنسيتي في الاريا بتاعت الايه باوندد بالكونتور ده الدنسيتي اللي هي I over باي A سكوير والاريا هيبقى باي S سكوير يبقى ال I enclosed simply I في S سكوير over A سكوير ده ال current enclosed في الحالة دي يبقى دلوقتي في الريجون اللي هي S أقل من A هيبقى امبيرز لو هيدي ايه هيدي نفس الكلام بس بدل اي هيبقى ايه اي اوفر اي في اس سكوير اوفر ايه يعني هيبقى ده 1 2 باي اس اتش بتساوي اي في اس سكوير اوفر اي سكوير اللي هي تديني الاتش عباره عن اي اوفر 2 باي اس سكوير اوفر اي في اتجاه الايه الفاي
اللي هي تدي الماجنتيك فيلد بي اللي هو في الحاله دي هيبقى ميو نوت 1 بلس كاي ام لمين بقى؟ ل الاتش اللي هو يدي اي ميو نوت اي 1 بلس كاي ام على 2 باي A S سوري ماشي الحال. يبقى ده الماجنتيك فيلد جوه الكونتور وده براه. حلو الكلام؟ كلام جميل. طب لو عايزين نجيب الباوندد كرنت اللي عندي تمام الباوند كرنت افري وير. طيب الباوند كرنت بي بدلاله الايه؟ الكاي ام في اتش اللي هو تحديدا الايه؟ الام. يبقى محتاج اجيب الام، الام عباره عن كاي ام في اتش صح؟ يبقى نقدر نيجي هنا طبعا الماجنتيزيشن موجود جوه الايه؟ جوه الواير، مفيش ماجنتيزيشن جوه بره الواير، الماتيريال كلها في الواير تمام. يبقى الام دون اقدر اقول ان هو يبقى عباره عن كام؟ جوه الواير هيبقى كاي ام في اتش اللي هي كاي ام في الايه؟ في الكلام ده. يبقى كاي ام في اي على 2 باي اي في اس اي سكوير اي سكوير على فكره على اي سكوير في اس تمام. ده في اتجاه الايه؟ الفاي. ده لما اس اقل من ايه؟ من الاي. وزيرو فيكتور لما اس اكبر من الاي. لو عايزين نجيب الباوند كرنت جي بي فوليومتريك باوند كرنت محتاجين نجيب ايه؟ كيرل الام. طب كيرل الام يطلع كام؟ هيبقى هو عباره عن كام؟ كيرل اوف كاي ام اتش صح؟ اللي هو يبقى عباره عن كاي ام كيرل الاتش. طب انا عارف ان كيرل الاتش بزيرو، ليه عارف ان كيرل الاتش بزيرو؟ لان سوري انا عارف ان كيرل الاتش بتساوي كام؟ جي مش بزيرو انا اسف تمام؟ الجي اللي هي الايه؟ الفولومتريك كرنت دنسيتي. يبقى ده هو عباره عن كام؟ كاي ام في جي فري تمام؟ اللي هو عباره عن كام؟ اي جي فري في اتجاه الايه؟ الزد تمام؟ اللي هو اي على باي اي سكوير في اتجاه الايه؟ الزد. يبقى ده الباوندد فوليومتريك كارنت نتيجه الدايبول مومنتس اللي موجوده جوه الماتيريال، هيبقى في اتجاه الايه؟ الزد بهذا الشكل تمام. اللي هو اقدر اجي اقول ان هو كارنت ماشي لفوق. يعني عندي ده الوقت ده الفري كارنت، هيبقى عندي في جي باوندد هو زيه زي الجي في نفس الدايركشن بتاع الجي بس ويتد بكاي ام، كانه هو عباره عن كاي ام في الجي. يبقى انا عندي هنا ايه؟ جي بي هي عباره عن كاي ام في الجي فري تمام. وعندي على السيرفس في ايه بقى؟ في ديسكونتينيوتي هنا ما بين نتيجه الماتيريال، فعلى السيرفس هيبقى عندي ايه؟ كي باوندد اللي عندي اس بتساوي اي، هيبقى عندي في كي باوندد اللي هو عباره عن كام؟ ام كروس ان. الام الماجنتيزيشن فيكتور جوه الماتيريال، كروس ان
اللي هو يونت فيكتور بيربنديكولار على الايه؟ على الماتيريال وبوينتنج اوتسايد بهذا الشكل. طب الام عند اس بتساوي ايه؟ بتساوي كام؟ هو الترم ده والان بتبقى عباره عن كام؟ اس هات. طيب فاي كروس اس هات اللي هي تدي ايه؟ ماينس زد. لاحظ ان انا ادي فاي كروس اس هات تدي ايه؟ ماينس زد. تمام؟ فالترم ده يدي كام؟ يعني كاني على السيرفس هنا هيرجع لي كارنت عباره عن كام؟ كي باوندد على السيرفس. لاحظ كي باوندد عباره عن كام؟ الفاليو دي كاي ام اي على 2 باي اي في اتجاه الايه؟ الماينس زد. يعني جوينج داونورد بهذا الشكل. يبقى دلوقتي عندي bounded current جوه الماتيريال going upward بهذا الشكل، وفي bounded current على السيرفس راجع في الايه؟ من بره. في الحقيقه كل bounded current اللي ماشي هنا هتلاقيه عكسه هو اللي راجع بره. يعني بمعنى اخر لو بجيب التوتال bounded current اللي ماشي على السيرفس راجع في اتجاه الماينس زد هتلاقيني بضرب في كام؟ في 2 باي اي، فهيطلع لي كاي ام اي اي صح؟ بس في الاتجاه الايه؟ الماينس زد. ولما اجي احسب الباوندد كارنت اللي بالفوليومتريك من هنا هضرب في الاريا، فهضرب كاي ام اي على باي اي سكوير في الباي اي سكوير اللي هي الراديوس بتاع الاريا بتاعت الاي الواير. تمام؟ اللي هي هتطلع لي كاي ام اي في اتجاه البوست، فكاني كاي ام اي لازم رايح كده وراجع على السيرفس في الاتجاه العكسي بهذا الشكل. ده الباوند كارنت الايكوفلنت باوند كارنت اللي عندي. عندي فوليومتريك باوند كارنت upward وعندي downward surface bound current راجع على السيرفس بنفس الفاليو بتاع الايه؟ التوتال bound current في الفوليوم. تمام؟ لازم دايما الكرنت بالانس يبقى موجود، لان في الحقيقه في الاخر bound current اللي عندي لازم يبقى اللي رايح زي اللي راجع. يعني مفيش accumulation، لانه هو اساسا مفيش، يعني هي عباره عن current loops، فلازم ايه اللي رايح قد اللي راجع. هو اتس لوبس 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 لوبس، اللوبس دي بتجمع بره دون، يبقى اللي داخل قد اللي راجع اوفر السيرفس اللي عندي. تمام؟ ده كده ايه حل البروبلم دي. اخر بروبلم بقى عندنا، عندنا لونج سيلندر اوف راديوس ار وفيها ماجنتيزيشن، بس الماجنتيزيشن هنا جيفن ان هو كي اس سكوير فاي، ده كانها بيرمننت ماجنت. تمام؟ فالبيرمننت ماجنت دي K ده عبارة عن constant و S ده one distance from axis وال phi hat ده one ال unit vector في اتجاه الأزيموث. يعني دي كده حاجات يعني واضحة جدا. فبيقول لك find the magnetic field due to the M for points inside and outside the cylinder. عايزين ال M inside and outside the cylinder. طيب ال problem دي فيها symmetry. You can easily figure out ان ال symmetry اللي هنا متمثلة ان ما عنديش فاريشن لا مع الزد ولا مع الفاي. تمام؟ وعندي ماجنتيزيشن فيكتور ام. اقدر من الام ده اعمل ايه؟ احسب ال الباوندد كارنت. يعني انا هحلها بطريقه سهله عشان بس الوقت ما ياخدش الوقت كتير. لو جيت استخدم امبيرز لو، تمام، هيطلع لي ايه؟ امبيرز لو ببساطه هيطلع لي اتش دوت دي ال على اي كلوز كونتور المفروض يطلع كام؟ زيرو. ما عنديش اي فري كارنت هنا، كل اللي عندي عندي بيرمننت ماجنت، فاي دونت هاف اني فري كارنت. تمام؟ السيمتري ارجيومنت يو كان ساي ان الاتش دون هيبقى في اتجاه الفاي وفانكشن في الايه؟ في الاس بس، اللي هي الديستنس من الايه؟ من الاكس. يعني هنا ممكن نرفع البتاع ده كده، فلو جيت خدت
كونتور كده. يبقى دلوقتي applying the relation دي يبقى in general h عبارة عن كام؟ سواء بره أو جوه هي عبارة عن h of s في اتجاه الفار. ودي الايه السيمتري ارجيومنت دي بي اوريدي ايه بي توكت اباوت بيفور. تمام. وبالتالي هيبقى عندي الاتش ضد دي ال، يعني بمعنى اخر الاتش اوف اس في 2 باي اس بتساوي 0، يعني الاتش اوف اس ب 0 يعني الاتش بتساوي 0 everywhere. تمام. بس هل معنى كده ان الماجنتيك فيلد بي بزيرو افري وير؟ لا. ليه؟ لان ال H وال B related through ان ال B عبارة minus ال 1 over mu في ال B minus ال M بتساوي ال A ال H. صح؟ افتكر مع بعض ال A relation دي. تمام. 1 over mu نود في ال B minus ال H هي ال minus ال M سوري هي ال A ال H. فأنا عارف إن دي على طول بزيرو everywhere، إنما دي اللي بزيرو، إنما ال B بقى ممكن تبقى بزيرو أو non zero. تمام. نشوف دلوقتي. يبقى أنا عندي هنا دي بزيرو، يبقى ال B هي عبارة عن كام؟ ميو نود ام افري وير بقى. بس انا عندي بره السلندر دي، بره السلندر ما عنديش اي ماجنتيزيشن، يعني الام ده موجود جوه السلندر دي، وبالتالي البي هتبقى بزيرو لانها هتساوي ميو نود ام اللي هي بزيرو اوتسايد السلندر. وانسايد السلندر هتبقى ميو نود في الايه في الام، ميو نود هتبقى ميو نود كي اس سكوير في اتجاه الفاي اللي هو الايه السلندر. يبقى البي دلوقتي ديفايند تو ريجنز عباره عن ميو نود كي اس سكوير الونج الفاي 0 لما ده لما الاس اقل من ايه من ار، وده لما الاس اكبر من ار. تمام. واحد تاني يقول لي طب انا عايز اجيبها بقى، اجيب الماجنتيزيشن كارنت واجيب البي انسايد واوتسايد، اتس اوكي يو كان دو ات. ازاي؟ هبدا اجيب الام، انا هسكتش السولوشن بس ام نوت جونا سولف ات، اي ليف ات فور يو تو ترايت ات هوم يعني او يعني يور سيلف. فيبقى عندي هنا ادي الكيرل ام، يبقى انا هجيب ايه؟ جي باوندد عباره عن فوليومتريك باوندد كارنت اللي هي كيرل الام اللي هي هتبقى عباره عن 1 اوفر اس الديتيرمن التقليدي اس فاي هات زد هات دي باي دي اس دي باي دي فاي دي باي دي زي. وادي عندي دون هيبقى 0 كي اس سكوير 0. يو كان جيت الجي بي دون. يبقى عندك في فوليومتريك كارنت انسايد الايه السلندر، no doubt about this. يبقى عندي هنا في ايه جي بي. هل دي كل الصوره؟ لا، في عندي كمان في كارنت راجع على السيرفيس الخارجي نتيجه الديسكونتينيوتي بتاعي في سيرفيس كارنت كي بي كان جيت ات برضو. يبقى عندك كي بي اللي هو عباره عن ام كروس ان. تمام. ايفالويتد عند اس بكام؟ اس ب ب ار. تمام. ف كان ايفالويتد والان هنا اللي هي اتجاه الاس، في اتجاه جت الايه الكرنت اللي عندك هيبقى في الحاله دي يعني في اتجاه الايه في اتجاه الزد برضو. تمام. بس السيرفس. تمام. وهتجيب بقى هتابلاي امبيرز لو، بس هتابلاي انه امبيرز لو بقى عشان تجيب الماجنتيك فيلد؟ هتيجي تقول ان البي دوت دي ال على كلوزد كونتور هو عباره عن ميو نود في
J bounded تمام أو ال I sorry ال I bounded enclosed نعم حيث ال I bound enclosed هي ال enclosed current نتيجة ال bounded dipoles اللي هي dipoles اللي عندي لأن ما فيش عندي غيرها ما عنديش free current هنا لو كان عندي free current كنت أضيف هنا إيه I plus I free enclosed تمام بس أنا ما عنديش I free enclosed ما عنديش إلا I bound enclosed وتحسب بقى تاخد contours بقى مرة contour أكبر من ال من دون هتفاجئ إن ال current دون وده بيكنسلوا بعض يعني هيبقى التوتال كارنت انكلوز لو الكونتور ده الريديس بتاعه اكبر من اي ار هيدي زيرو وبالتالي هيديك البي بزيرو زي ما احنا ايه قلنا هنا لو خدته اقل من الريديس ار هتلاقي الايه بتمس السيرفس كارنت وهيتبقى عندك الايه الفولومتريك كارنت ده اللي هيديك الايه الماجنتيك فيلد فاريشن بهذا الشكل ماشي بس كده يبقى خلصنا الجزء ده سلام عليكم.